أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استديو اليرموك، التي تأتي في سياق تغطية مستمرة لتطورات المشهد الوطني الأردني ما بعد إعدام الشهيد الطيار معاذ الكساسي. واليوم ربما لازالت الأسئلة تتوالد واحدة تلو الأخرى في ظل ما يأتي به المشهد من تطورات، سواء الطلعات الجوية، الحديث عن تطورات المشهد الأردني بشكل عام، الخطاب السياسي، وأسئلة كثيرة تطرح في أذهانكم ربما سنطرحها على ضيفينا الكريمين، معالي الدكتور صبر الربيحات وزير التنمية والثقافة الأسبق. أهلا وسهلا. أهلا بك سيدي. وأيضا المهندس محمود أبو غنيمة، نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين ورئيس مجلس النقباء. أهلا وسهلا مهندس محمود. بدي أبدأ معك دكتور صبري. يعني منذ إعلان أو منذ أن صدر ذلك الشريط الذي جاء به إعدام الطيار الشهيد معاذ الكساسبة حتى هذه اللحظة، تطورات كيف تصفها؟ قبول حرب أحيانا نشعر أنها تقرع، كيف تصف الحالة الوطنية في هذه اللحظة؟ موضعها لنا. أولا شكرا على فتح هذا الملف اللي هو مفتوح حقيقة، والرحمة للشهيد الطيار وعزائنا لأسرته ورفاقه وللأخوة في الأردن جميعا. الحقيقة أنا أرى أن الأردن في هذه المرحلة أمام يعني محنة واختبار. تتمثل المحنة في أن المواطن الأردني شاهد طريقة في غاية البشاعة في تنفيذ يعني جريمة القتل بحق طيار أسير تم أسره، وبالتالي يعني المشهد كان مزعجا ومؤلما، وربما أشعل جذوة نيران في صدور كثير من الأردنيين، فيها غضب وفي استنكار وفي يعني رغبة عند البعض يمكن بالانتقام أو باستعادة الهيبة الوطنية، لأنه هو يمثل مؤسسة عسكرية تشكل بالنسبة للأردنيين رمزية خاصة. الاختبار هو كيف يمكن أن نخرج من هذه الحالة أكثر تنظيما وأكثر ترتيبا للبيت الأردني وأكثر استيعابا لكل مكونات المجتمع الأردني، لأنه من غير المعقول أن نبقى في حالة يعني معالجة الأزمات. تولد لنا أزمة هنا نتعامل معها، ندبر حالنا وننفذ. تحصين البلاد يقتضي أن تكون الاستجابة واعية وشاملة ويشارك فيها الجميع. المشاركة من قبل الجميع لابد من وجود حالة من الاستيعاب الاجتماعي، حالة من بسموها الغربيين الانكلوسيفيتي، وأنا بسميها يعني أن لا نقصي أحدا. وفي هذا المقام مقترحي أنه أحيانا بعض الأخوة الذين يشاركوا في صناعة القرار بيعتقدوا أنه بس هم بيحبوا الوطن. الوطن يحبه الجميع، من أقصى البلاد إلى أقصى البلاد الناس تتعلق، لأنه أمنها واحد، مصيرها واحد، مستقبلها واحد، حياتها واحدة. هلا ما يعلق بثوبنا من أشواك نتيجة لممارسات خاطئة لتأويلات غير صحيحة للدين، نشوء جماعات إجرامية، علينا أن نبحث بإمعان في الأسباب التي ولدت لذلك. سنأتي عليها بالتفصيل. سنأتي وسنطرح كثير من الأسئلة حول ذلك، نستفيد من وجودك دكتور صبري. مهندس محمود، باعتقادي أن لا يستطيع أردني أو هناك إجماع أردني تشكل في 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 هذه المرحلة، قد لا يعني بحال الأحوال سنناقش ذلك أننا نذهب بقرار سياسي أحادي من أي جهة. ربما الدكتور صبري تحدث عن ضرورة أن تكون أو توسيع المشاركة، لكن هذا الإجماع الأردني، هذا الشكل الجميل، هل يمكن البناء عليه حقيقة؟ أشكرك، وبعد تقديم فعلا التعازي لأنفسنا جميعا، ونحن في مجمع النقابات المهنية كنا من أوائل الجهات التي أطلقت أن معاذ ابن البطل، لأنه شكل حالة إجماع وطني في موضوع التعاطف مع أهله والتعاطف مع ضربه، سواء يعني بغض النظر عن الجانب السياسي مع ضربه.
قد تكون هذه لحظة تاريخية مهمة جدا في تاريخ الدولة الأردنية، وخاصة في السنوات الأخيرة، أن هناك يعني بمجمل الشعب الأردني هناك شعور بعدم الثقة بين جهات مختلفة الدولة. الشعب للأسف ثقته في الحكومة في درجات متدنية، الثقة المتبادلة بين الحكومة والنواب أيضا ضعيفة. أصبح هناك خطر كبير أنه حتى في النظام، وهذا أمر خطير جدا، والأصل أن نجمع على النظام، فالأمر في حالة كان تشظي وتشرذم. باعتقادنا أنه بالعكس الآن في لحظة تاريخية فاصلة ومهمة، لحظة اتزان، لحظة خطوة تنظيم كما هي موجودة في الجيش، أن نعيد حساباتنا، وكان يعني رسالتنا واضحة في النقابات المهنية تحديدا للسياسيين والإعلاميين برفض قاطع لغة التحشيد، التخوين، الاتهامات المتبادلة. ومحبة الوطن بالتأكيد ليست محصورة بفئة دون أخرى، الجميع يحب الوطن ومستعد أن يقدم للوطن أغلى ما يملك، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تشاركية. نعم، يحتاج إلى تشاركية. سنقرأ هذه التشاركية. بطلب من المخرج فاصل. سمحونا نروح الفاصل. روحوا يا سيدي. طيب. إذن أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حوارنا. من ترى هذا الصريع زفت العلياء روحه وانحنى الفخر عليه ممطرا لسما جروحه والأعالي قد سهاها أنها صارت ضريحة. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. نعتذر منكم، كان في خلل بالصوت عند المهندس محمود، مش عندك دكتور. لا ابدا. نعم، معاليك يعني الحديث مره اخرى، الوقوف الى وراء الجيش، وراء الدوله في هذا التوقيت العصيب. نتحدث عن الغاء التباين هكذا، يعني في النهايه بدنا نلغي التباين، مواقفنا السياسيه و شوف يعني هو سنفهم هذه المعادله وطنيا يعني بشكل صحيح. أنا بظن أنه المجتمع في حالة من الانفعال. نعم. وهذا الانفعال يعني يأخذ له أيام حتى يستقر. يعني أنا اليوم شعرت أني هيك بصورة سريالية. أنا رحت يعني تشرفت بأني أديت واجب العزاء لأسرة الفقيد الطيار، بس مرقت من المؤتة بعدين عرفت أنه أنا جاي على اليرموك، فحسيت حالي أنه أنا في معارك يعني صدر الإسلام. نعم. من مؤتة إلى اليرموك. احنا مسمياتنا وتاريخنا واستعدادنا للتحشيد موجود في ثقافتنا. واحيانا احد يعني مدخلات التحريك التحفيز للناس هي وجود مثل هذه الحالات. هذه حالة الانتشاء الوطني ويعني سيادة الشعور الوطني بدنا نحترمها
وبدنا نتعامل معها، لكن بدنا بعدها مباشرة نسأل وبعدين يعني ماذا بعد؟ أنا سويت وعملت وكذا، بس كيف أنا يمكن أتعامل مع الشباب الذي يقال لهم بأن الطريق إلى الجنة سريع، ليش تعيش وتعمل وتساوي؟ روح مع الجهاديين وبعد تستشهد وتروح على الجنة مباشرة. هذا الخطاب الذي دخل لعقل هذا الشاب دخل لأن خطابي أنا غاب في إقناعه في أهمية العمل وأهمية الإنجاز وأهمية التواصل وأهمية واحترام الحياة والكرامة الإنسانية والموت، بمعنى أن ذلك يكشف قصورنا. الإخوان اللي موجودين يعني في صناعة القرار بيفكروا وبيجتهدوا، بس مطلوب منهم يسمعوا من كل الناس ويسمعوا من كل التيارات ويسمعوا من كل المجموعات، لأنه الذي يتملك ناصية صناعة القرار هو يؤديها نيابة عن الناس كلها، لأنه هيك المجتمع المدني وهيك المجتمع العصري. في المجتمع العصري الناس لهم حقوق لكنهم لا يستطيعوا القيام بها، فينتدبوا نواب ليعبروا عن إرادتهم، وحكومة يزكيها النواب وتتخذ القرارات من أجل الصالح العام. ما بقدر أنا ألغي مجموعة وأقول هاي ما بدي أسمع منها، لا هذولا خوان، لا هذولا ما بيحبوش البلد. البلد كل الناس بيحبوها، لكن بيحبوها بطرق مختلفة. في ناس بيحبها بأنه يعمل، في ناس في الجيش، في ناس بيساند الجيش، في ناس يشكل بابني كما يقول المطرب الأردني محمد وهيب، أنت ابني وأنا ببني وتنعمر لابنك وابني، وأنت أعمل بالصناعة وأنا بعمل بالزراعة وما بنوفر ولا ساعة. يعني كلنا هذا التكافل الكامل لازم ندركه ونقوم به. وثقافة السماحة والتسامح ليست أدبيات نحكي فيها برا، بدك تطبقها محليا، بمعنى أنه أنا بدي أشوف أنه لماذا تفكر هذه المجموعة بهذه الطريقة. أنا إذا فلت من عندي 10-15 شاب ما قدرت أتواصل معهم ممكن يسووا لي مشاكل. ليه أنا إذا آمن كل الناس بشرعية العمل وشرعية القرار يمكن أن يساندوا هذا القرار. وإحنا بنقول كل مواطن خفير، ممكن الشخص اللي في المسجد يكتشفه، الشخص اللي في الحي يكتشفه قبل أن تقع الواقعة. أنا في رأيي أن يعني هذا زمان الشد فاشتد زيم، يعني المفروض أنه نبدأ نقعد قاعدة عقل وتفكير ونقول أنه إحنا اكتشفنا أن بلدنا محصن وإن شاء الله بيظلوا محصن. الإبقاء على هذا التحصين ومنعه من الاختراقات بده إجراءات غير الإجراءات المتخذة. سأسألك هلا ربنا بالتحديد ما هي مهندس محمود؟ ربما أنت تتحدث عن التشاركية، دكتور صبري تحدث عن أنه كان في لحظة وطنية الآن كشفت أنه ليس فقط هؤلاء يحبون الوطن، الجميع يحب الوطن. صحيح. هذه اللحظة الوطنية اكتشفنا فيها أننا جميعا نحب الوطن. التشاركية هي مرحلة ما بعد، يعني حتى نفهم شو هي التشاركية اللي أنت قصدتها في خطابك. بداية الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، وهذا مفهوم يجب أن يغذى ويدرس للشباب المستقبل. وإذا أبلغت منافذ الحياة ذهبنا إلى الموت للأسف. القضية الثانية هذا وطننا، وبدنا نفهم جميعا كيف نحافظ على هذا الوطن. هذا وطن لا يبنى إلا بالحب، ولا يقوى إلا بالشراكة، ولا تظهر تفاصيل الجميلة إلا بالاختلاف، اختلاف الآراء، اختلاف الأفكار، اختلاف الرؤى، اختلاف التطلعات، التعارض بين هذه الآراء، لكن بالتأكيد ألا يصل إلى خلاف القلوب. هذه اللحظة التاريخية المطلوب الآن أنه يكون في نقاش هادئ ورزين ومتوازن دون تجيش ودون تخوين كما تفضل أستاذنا الكريم، بحيث أن الجميع يريد أن يبني في هذا الوطن، يضيف مدماك في هذا الوطن، وبالتالي مرفوض رفض قاطع أن نقطع الطريق على بعض الفئات بحيث نصنفها تصنيف كامل أنها في الجانب الفلاني أو في الجانب العلنتاني، بحيث إذا تصرفت أي تصرف يبقى هناك تشكيك فيها، صدرت بيان يبقى هناك تشكيك فيها، ذهبت إلى العزاء يبقى تشكيك فيها. هذا كلام مرفوض ومرفوض رفض قاطع، خاصة من يقود من سياسيين وإعلاميين. هذا وطن للجميع، إذا اقتنعنا أنه وطن للجميع، القيادة قيادتنا
والبلد بلدنا، والحكومة حكومتنا، والشعب شعبنا، والجيش جيشنا. وبالتالي أي إضافة نوعية في الحديث إذا بقينا في هذا الإطار أنه لم يتحدث إلا من جانب محبة للوطن، سواء عارض أو وافق، سواء كان مع أو كان ضد، أنه تحدث بهذا الكلام من قلبه ومن عقله ومن تفكيره الذاتي بدون أي مؤثرات لا خارجية. وبطل في عندنا مؤثرات خارجية، يجب أن نعترف بهذه الحقيقة. في الأردن تحديدا ما عاد هناك مؤثرات خارجية، الجميع قلبه على هذا الوطن، خاصة وأن ما حولنا مش بس بغلي شيء بعمل قمار يعني زي ما بيحكوها. وبالتالي أي إنسان يتحدث، وخاصة إذا كان تاريخه معروف بالنظافة والشرف، سواء أفراد أو مؤسسات أو جماعات أو غيرها، طالما معروف تاريخها أنها من المحبين لهذا الوطن وشاركت في بناء هذا الوطن، يجب أن يؤخذ كلامها بمحمل الجد ودون أي تسخيف أو تسطيح لهذه المعاني. وبالتالي مش معقول يقود الوطن مجموعة للأسف الشديد يعني من أصحاب يعني كويسي يعني، بالتالي بدها المجموعة كلها تقود البلد وكلها شاركة في صناعة أي قرار مستقبلي، خاصة القرار القادم. أي مفردات الآن لا تستخدم في مكانها الصحيح خطر على الوطن. إحنا ما صدقنا على الله، وهذه من الفرص بمنتهى الأمان، رحمة الله عليه الشهيد معاذ، لكن أيضا رحمة الله عليه أكثر وأكثر، إنه فعلا عمل حالة اتزان في البلد، بحيث الناس كل النسيج الاجتماعي في البلد التم على بعض البعض. ما صدقنا على الله التم هذا النسيج الاجتماعي، خلينا نحافظ عليه أطول فترة ممكنة، ونأخذ بهدوء وروية كل أفكار الناس، بحيث نتشارك في صناعة القرار، اللي بحيث أي قرار للدولة الأردنية فعلا بدل ما نحكي ضل في مجموعات معارضة ومش معارضة، حتى لو بقيت معارضة على الأقل بيكون في قناعة صار عند المجموع العام إنه لا، هذا القرار اتخذ لمصلحة الوطن وليس. جميل. يعني هذا بيقودني أني أسأل عن معادلة، يعني أنا فهمتها من المهندس محمود، بما أنه اتسع نطاق الإجماع الوطني اليوم، لذلك النتيجة الأصل أن تتسع نطاق المشاركة والتشاركية السياسية، لا يعني ذلك أن يؤخذ شرعية بحصر القرار بمرة أخرى بطاولة واحدة. صحيح دكتور صبري؟ صحيح. يعني هو الرباط والوثيقة التي ينضوي تحتها كل أردني هو الدستور الأردني، والدستور الأردني هو يعني مليء بالمبادئ والمنطلقات والمكانات التي تعرف علاقة الأفراد بالمجتمع، والبنية التشريعية الأخرى كلها تنسجم مع الدستور وافتراضاته. المساواة، العدل، الحق في التعبير، الحق في التنظيم، الحق في مخاطبة السلطات، الحق في نيل الطمأنينة، والحق في تلقي الخدمات، والحق هذه الحقوق اللي واردة من المادة 5 إلى المادة 23 في دستورنا، ينبغي أن نمعن فيها كويس، ويفهم كل واحد فينا انه البلد ليست مزرعة ولا شلة ولا جماعة، وليس من الحق اي منا ان يقصي الشخص الاخر، لاننا في على علاقة متساوية مع الدستور ومع الحقوق، ولا ينبغي ان يكون هناك امتيازات غير ما يمنح الدستور والقوانين للوظيفة العامة. هاي فكرة الاعطيات والشرهات والسوالف هاي كمان يعني مزعجة. نعم. إلى حد كبير. تسهيلات في أنه الناس يسووا بزنس ويفسدوا كمان مش مريحة ومش مناسبة، وتستفز الناس. يمكن الغضب الذي يتولد عند البعض على جوانب معينة، لازم ننظف حالنا في هذه القضايا حتى يكون سلوكنا جذاب، ويكون الشخص في موقع الخدمة العامة محترم محبوب. لازم نقدسه ونوقف له ونحييه ونشكره بكل اللحظات، بس يتم ذلك عندما يكون سلوكه نظيف. نعم. عندما لا يكون السلوك نظيف هذا يزعج، ويزعج الجميع، وهذا اللي بيقوض فكرة الطمأنينة والثقة العامة والائتمان، حسن الائتمان أو سوء الائتمان، والتفصيلات المختلفة في هذا الباب. ما بدي حدا يفهم انه احنا يعني جايين مشان نقول انه احنا جايين ندافع عن مجموعة، او ما في حدا في موقع الاتهام ولا في حدا في موقع الدفاع. فاحنا نتحدث عن ماذا بعد 7/8/2 مثلا، سننظر الى صفحة جديدة
وإحنا يعني بدنا نقول كما قال شاعرنا هذه بلدنا ما نخون عهودها، بدنا نحترمها وبدنا كلنا تولاين أب تحت دستورنا وقوانيننا، بس بدنا شوية تنظيف، شوية يعني صدق، شوية استيعاب. ما بدنا عبارات مجاملة اجتماعية، احنا مش ولاد صغار. صحيح. المشاركة لها معاني ولها دلالات. أنا عندي رأي وأنت عندك رأي والثالث عنده رأي والرابع عنده رأي، وإذا في هذا البلد اللي فيه كل هذه الإمكانات بدي يظل بده يسوي الاستراتيجية أمريكاني، واللي بده يتدخل يدير المياه روسي فرنسي، واللي بده يعمل لي شو اسمه الطلياني، وين أولاد البلد؟ وين التميز؟ وين العمل في هذا الجانب؟ وين هالجامعات؟ 32 جامعة، 10% من الجامعات الموجودة في العالم العربي موجودة في الأردن، لما لا يعمل الجميع تتوزع؟ ما بصير أنا أعطي لواحد 10 مواقع وعشر صفات وفي ناس قاعدين بكشوا ذبان، ما بصير. يعني أنا بدي أروح لكل الأردنيين أينما كانوا أقول لهم تعوا هذا هو منفذك لبناء الوطن، مش أنه أنا أصف أتكتف فراك، لا، أنا أستطيع أن ألعب دور، بجيب الأساتذة اللي في كل العلوم الاجتماعية والإنسانية بقول لهم كيف يمكن نفعل 6000 مسجد الموجودة عندنا بطريقة أفضل مما هي عليه، بدي أقول كيف يمكن أن نحسن مناهجنا الدراسية لتصبح الخبرة المدرسية ممتعة بحيث لا يتسرب الطلبة من المدارس وينضموا تحت أجنحة هذه الجماعات. دكتور صبري سناتي على ربما سأسألك عن بعض التفصيلات فيما يتعلق من ذلك بعد إذنك. زي ما بدك يا سيدي. الآن لشوية تفصيلات في المشهد. ماشي. يعني الآن نتحدث عن طائراتنا تتحرك وتقاتل بهذا الشكل اللي إحنا شايفينه، هل باعتقادك إنه الدولة أو الحكومة تدير المسألة الآن بطريقة يعني صحيحة؟ هل هي طريقة انفعالية؟ هل يعني الأجواء هذه المعبأة بالعواطف تجعلنا نصمت نسكت لا نتحدث؟ يعني خلينا نقرأ الآن يعني سلوك الدولة حتى الآن بعد إعدام الطيار إلى هذه اللحظة. شوف أستاذ عمر، في حالة غضب، غضب شديد جدا موجودة في الشارع. وبداية أنا بحب أوجه رسالة وجهناها باسم النقابات المهنية الأردنية. أولا نرفض رفض قاطع، رفض قاطع أن يرتبط هذا الفعل الإجرامي بالإسلام. ومرفوض رفض قاطع أن يقدم الإسلام والإسلاميين سوق الغفران، لأنه مش متهمين في هذا الجانب. مجموعة عصابة مارقة خارج من التاريخ عملت هذا الإجرام، ليسنا معنيين فيه. وفي ديننا إذا بدنا نحكي في ديننا، في نماذج، بدناش نحكي قبل 1000 سنة و500 سنة، في نماذج حديثة، في نماذج للمقاومة الإسلامية المشرفة في غزة أسرت جندي صهيوني 6 سنوات لم تمس في شعره. هلأ هذه حالة الغضب الموجودة من الفعل المشين واللي بالغابة ما بيصير، لأنه شيء غير بشري الذي حصل. بالتأكيد حالة الغضب هذه بدها بحاجة إلى تنفيذ أو ردة فعل، وهذا حق وحق طبيعي. نحن ما نتمنى، وثقتنا الكبيرة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بهدوء، لذلك قاعدين نحكي الآن بدها مرحلة هدوء وتفكير عميق حتى بآلية الرد وكيف يمكن أن يكون الرد. أجهزتنا الأمنية استطاعت في فترة من الفترات العصيبة والصعبة أن تحضر العديد من رؤوس الإرهابيين في العالم بكل مهارة وبكل إتقان، وبالتالي في أسلحة لدى الدولة كبيرة جدا. الثقة بالاحترافية اللي موجود فيها أجهزتنا الأمنية بالعكس تجعلنا أنه مش شرط اليوم أو بكرة ردة الفعل تكون، لا، خلينا هادين. وحتى هذه المؤسسة إحنا باعتقادنا أيضا أنه ما بيصير حتى كشعب نمارس ضغط على القيادة السياسية ولا حتى العسكرية أنه فورا بدنا رد الفعل يكون اليوم وبكرة أو لازم يكون أول امبارح، لا، خليه يكون خاصة أنه في ثقة باحترافية القوات المسلحة، وهذه قوات لها الحمد لله من الخبرة ومن الدراية وجيش معنيين أن نحافظ عليه أكثر من السابق، خاصة في ظل تفتت أغلب الجيوش المحيطة فينا. وهذا جزء بخدم للأسف المشروع الصهيوني أمريكي في تفتيت وتدمير هذه الأمور. أنطلق من تفضل. وبالتالي لا، بدها شوية هدوء حتى للقيادة السياسية والقيادة العسكرية، وإحنا ندعمهم في هذا الهدوء بحيث بده يكون في رد، لكن بالتأكيد رد أيضا إذا كان بده يكون موسع، بده يكون في مشاركة بالقرار أكثر وأكثر، لأنه واضح بالنسبة للشارع الأردني واضح أنه هذه يعني
إحدى المعارك العالمية اللي بتقودها قوى بالنسبة إلنا اللي ما بدها مصلحة الأمة العربية والإسلامية. والدليل على ذلك اللي حاطط رجل على رجل الآن وقاعد بنتظر أو بيشاهد المشهد وهو مرتاح، الكيان الصهيوني بأمريكا. طيب. وإحنا بندفع الثمن. يعني بدنا ننطلق من اللي حكاه المهندس محمود وأسألك سؤال، يعني هل فعلا إحنا بحاجة إنه في انفعال وفي غضب وفي مشهد يعني أثار يعني حفيظة الجميع، لكن فعلا إحنا بحاجة إنه نترك الدولة والأجهزة الأمنية تفكر بعقل بارد حتى تتصرف، ولا نضغط، ولا المشهد كيف شايفه أنت؟ يعني وين رايح؟ يعني تتفق مع المهندس محمود إنه لا، لازم الأمور بالنهاية يكون في هدوء واحترافية وعقلانية وأيضا تشاركي؟ أظن في لظة، خاصة الطيارات طلعت يعني. في لظة في قلوب الأردنية، لظة كبيرة، ولا بد من إطفاء هذا اللظة. صحيح. بل نعمل يعني انه ان ينال المجرمين بالتحديد عقابهم، بس ان شاء الله ما يكونش في ضرب ل يعني اهداف غير عسكريه او الى اخره، عندها ضرر عند المدنيين تقصد. احنا بهمنا صوره قواتنا المسلحه وصوره بلدنا وصوره، يعني احنا في عندنا خطاب ديني اخلاقي اجتماعي انساني مرتبط بحالتنا، بحالة الأمن، حالة الاستيعاب. هاي بدنا نحافظ عليها كمان، يعني بدنا دائما نفكر هل تجرنا هذه العصابة إلى أسلوبها ولا إحنا بدنا نتعامل بشكل انتقائي مناسب، يعني ينال من ارتكب الفعل جزاءه. بس هلا ما بنعرف، وبدنا شيء إجراء سريع اللي فعلا يهدي ويبرد النار اللي مشتعلة في جوف كل أردني وكل مواطن أردني. بس نأمل أنه الأيام القادمة بدنا أسئلة، بدنا إجابة على أسئلة. لهلا إحنا مش عارفين من هي داعش، مش عارفين يعني مين اللي بدعمها. يعني بيطلع لنا مثلا واحد بمستوى رئيس وزراء سابق بقولنا طيب هدول لابسين بدلات كويسة ومعهم أسلحة، بس فكرك يعني مين اللي شو اسمه؟ أنا بدي حدا يجاوبني على الأسئلة هاي. إنه طب هذول بدهم أموال، بدهم تسليح، بدهم تدريب، بدهم من الذي يسلحهم؟ من الذي يدربهم؟ من الذي أطلق أيديهم في هذه المنطقة؟ من 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 يعني في، وهل العالم في جبروته وفي إمكاناته العسكرية الهائلة عاجز عن أن يبيد هذه الجماعة، ولا بدها تظل بعبع يفلتوها على الجماعات الموجودة وتستنزف الجميع بعبع يستنزف؟ طيب هذا سؤال. أنا كمان ما بدي أخسر قواتي المسلحة في قضايا جانبية، لأنه يعني هذولا ذخيرتنا وسندنا في كل التحديات المستقبلية. بدنا نكون مع العالم وبدنا نلعب دورنا، لكن بدنا تكون يجاب على أسئلتنا، يجاب على أسئلتنا محليا. يعني أنا ما بعرف لهلا، ولا أظن في كثير من الناس في الأردن بيعرفوا من هي داعش، كيف تولدت، كيف نشأت. في بحث عن نظرية، الكل يبحث عن نظرية، لكن هذه النظرية لم تستقر. لما بدي أنا أحارب بدي أعرف ليش، لأنه طلع بعض في محلات من التسريبات أنه يعني هذه جماعة سنية بعدين بعثية مع متدينة بعدين نقشبندية مع مدري إيش مع هالخلطة هاي. بدك تفكك المفهوم، تفكك الجماعة، تشوف مدى قوتها. طب نحن لدينا أهم استخبارات في المنطقة وأهم مخابرات تستطيع أنها تبين بوينت، تقول أنه هذول موجودين هون بهذه التركيبة بهذا الوضع. نأمل أنه الأيام الجاية يعني ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار. نعرف لوين رحيم، بس تسمحونا نأخذ هذا الاتصال. معنا على الهاتف اللواء المتقاعد والخبير الاستراتيجي محمود رديسات. محمود باشا مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني سؤالنا طلعات جوية الحديث اليوم، بجوز سمعت بيان القوات المسلحة قبل قليل، فعالية مثل هذه الضربات هل نستطيع أن نستمر بها؟ الوضع العسكري كيف تقرأ؟ سيدي الوضع العسكري لم يتبين بعد. نحن أولا يعني نقول أنه أنا سمعت جزء مما تفضلوا فيه ضيوفك. وأنا أعتقد أنه يعني بغض النظر من وراء داعش ومن أظهرها إلى الوجود وكيف، نحن أمام حركة أو أمام منظمة أو أمام عصابة
تتاجر بالموت على حساب الحياة. إذا هذا الواقع تبعنا بغض النظر من هو وراءها. طبعا من المهمية بمكان أن نعرف من وراءها ولماذا وكيف، كل هذه التفاصيل مهمة. بالنسبة للعمل العسكري، العمل العسكري أنا أعتقد اليوم جاي في سياق العمليات السابقة، ولكن تكثف اليوم بطريقة معينة للرد. وأنا أعتقد إنه هذا الرد مبدئي، يعني العملية مع داعش طويلة، والأردن لا يستطيع أن يأخذ هذه الحرب على عاتقه لوحده، وجزء من تحالف أولا إقليمي وليس فقط دولي، هو تحالف إقليمي جميع الدول العربية في المنطقة المتأثرة من هذا التنظيم تكاتفت مع بعضها البعض، لأنه هذا تنظيم بغض النظر من وراءه يسعى إلى خراب المنطقة. طيب باشا، هل أفهم جزء من هذا الإقليم؟ وبس خليني أكمل. تفضل باشا. والرد الأردني العسكري يجب أن يكون في سياق التحالف ومبني على خط استراتيجي، وليس لا أعتقد اليوم أنه جاء في رد، ولكن ليس هذا هو ردة الفعل، هو بداية، ويجب أن يكون هناك استراتيجية للقضاء على هذا التنظيم والتخلص منه، وليس فقط ردات فعل يعني. طيب نعم. أسألك الآن، ضربات اليوم يعني وصفت أنها كانت مكثفة، باعتقادك هي ردة فعل على استشهاد الطيار وإعدامه بهذه الطريقة، ثم سيعود الأردن مرة أخرى للانضباط بقاع التحالف هكذا؟ لا هو منضبط من اليوم بالتحالف. الأردن ما قام بهذه الضربات إلا بالتنسيق مع التحالف ومع الشركاء الآخرين، يعني هي في سياق عادي، ربما كثفت اليوم أكثر، وهي يعني لابد من رد على هذا التنظيم، ولابد من إشعاره بأنه لدى الحلفاء ولدى الأردن بشكل خاص قوة قادرة على الرد عليه. ولكن حتى الضربات اليوم هي لم تأتي فقط يعني من الأردن بشكل خاص، نعم مكثفة من الجهة الأردنية، ولكن هي بالتنسيق، نحن في تحالف عربي إقليمي، ولا بد من التنسيق في هناك تفصيلات كثيرة. نعم باشا، الحرب البرية أو تدخل البري كم هو محتمل، ثم أيضا العمليات الأمنية، اغتيال قادة التنظيم، يعني كم هي يعني واردة في الذهنية الأردنية الآن، الأمنية والعسكرية؟ العملية أنا أرجع وأقول الأردن جزء من مجموعة وجزء من المنطقة وجزء من تحالف، ويجب أن يكون هذا الكلام منسق مع بقية الدول في التحالف. يعني هذه حرب شاملة وكبيرة، يعني الأردن لا يقول أنه بده يأخذها على عاتقه، ولا ليس خوفا من داعش أو غيرها، ولكن هاي بحاجة إلى تنسيق وبحاجة إلى جهود. وأي حرب برية بدها تكون حرب مشتركة من جميع الشركاء في التحالف، وليس الأردن لوحده، ولا أعتقد أن الأردن سيأخذ خطوة حرب برية منفردا في هذا السياق. ولكن في وهنا نحلل وليس معلومات. القضاء على مثل هذا التنظيم بهذا الفكر الإرهابي بحاجة إلى خطوط واستراتيجية متوازنة ومحاور متوازية، ليس فقط أمنيا وليس فقط عسكريا، ولكن أمنيا وعسكريا وفكريا وثقافيا. والعملية مستمرة، والعملية ممكن تأخذ سنوات. أنا لا أقول الحرب العسكرية أو المقاربة الأمنية تأخذ سنوات، ربما تأخذ أقل من ذلك. ولكن نحن أمام فكر وأمام ثقافة لابد من مجابهتها على مدى سنوات قادمة. ربما سنتناولها مع ضيوفنا. السؤال اللي أنا حاب أطرحه عليك، الأسماء التي ذكرت في شريط داعش، أسماء الطيارين، ما هي أهميتها؟ ما هي مخاطرها الأمنية؟ أنا بعتقد أنه إحنا يعني نحارب فكر متطرف ومتوحش، ولا بد من أخذ الحيطة والحذر. أنا لا أقول أن في يجب أنه يكون طبعا، والناس متنبئ لهذا الموضوع، نحن في حرب ولا بد من أخذ كل الاحتياط والحذر. أنا لا أقلل من هذه التهديدات، ولا أقلل من شأن هذه. طبعا داعش تمارس يعني عملية إعلامية بشعة على الجميع. كيف وصلوا إليها باشا هذه المعلومات؟ كيف وصلوا إليها؟ كيف يمكن أن يصلوا إليها؟
يا سيدي هذه المعلومات هذه متاحة اليوم بالنسبة لجوجل وغيرها. الآن أنت إذا بتحط على جوجل وتحط على كذا ممكن يعني أنت تندل على بيتك. نعم. من الأقمار الصناعية وغيرها. جميل. يعني هذه بعض الأمور الكثير منها متاح على الميديا متاح على متاح عالمية. أنا نعم. أنا بشكرك الباشا محمود الرديسات اللواء المتقاعد والخبير الاستراتيجي العسكري. نعم. ربما يعني حاولنا أن نطرح بعض الأسئلة العسكرية. أعود لك مهندس محمود. الملك قال أو يعلن حرب بلا هوادة، يعني أيضا كيف نفهم ذلك؟ شوف المشهد معقد معقد. أنا نعم. أضيف لمعالي الدكتور أحد رؤساء الأردن السابقين وهو عسكري بالمناسبة. نعم. رئيس وزراء سابق. أحد تصريحاته المهمة والملفت للنظر أنه تنظيم داعش صناعة استخباراتية. قرأته ولا ما قرأته معاليك؟ نعم. معروف يعني. وبالتالي في شيء يعني أسئلة مشروعة يجب على الدولة أن تشارك الناس فيها. لا يجوز أن تبقى في أدراج أو معرفة بعض الأشخاص. الأمر أصبح مكشوف تماما، خاصة وأنه هذا التطرف والعصابة المارقة شيء يفوق الخيال ويفوق التصور، خاصة إذا إحنا بدنا نحكي بحرب لا هوادة. أنا أؤكد على كلام الخبير الباشا المقدر برديسات. طيب أحد الحلول اللي هي أيضا الفكر والثقافة. الفكر والثقافة طالما رفضنا أن توصف أو يوصم الإسلام بهذه الفئة الضالة المضلة بعدنا. في ناس حديث كتير مثلا عن الإسلام المعتدل. بدك إسلام معتدل وإسلام وسطي. في بعض البلدان يحاصر وبعض البلدان يحارب، معنى ذلك بدها انفتاح حقيقي ومشاركة حقيقية. هلأ مفهوم الحرب بلا هوادة منطق سليم، يعني بتخيل منطق سليم في ظل ردة فعل لجريمة أكثر من شنعاء لكن هذا الأمر يعني ما نتمنى حتى تبقى جسور الثقة اللي معنيين فيها في هذا البلد ونحافظ عليها أكثر. وبهاللحظة التاريخية التمت الناس والتمت قلوب الناس على بعضها البعض. بدنا حرب بلا هوادة، يجب أن نتشارك جميعا ونعرف وين مستقبل بلدنا. إحنا مش معنيين نكون تابعين، مش معنيين بتاتا نكون تابعين، معنيين انه نفكر بعقلنا اللي بخدم مصلحتنا الوطنيه من سوينا وشو ما كان. وقتها الناس بتروح وبتهجم معك زي ما صار في حرب العراق بال90. كل العالم العربي وقف بجهه، والاردن لما القياده وقفت في جهه اخرى، لكن كان معتمد بعد الله مصالحنا الحيويه، معتمد على الشعب اللي مستعد مصالحنا الحيويه هي ياكل الورق. يا ريت نعرف الاسئله اللي يعني اللي تطرح. إذا حبيت تجاوب عليها بدك تجاوب عليها، بس أنا بسألك سؤال مهم جدا. سألني سؤال مهم جدا. حكى عن قصة المشروع ثقافي. أنا ابن صغير اسمه أسامة. الله يخلي لي. الله يحفظك. شو بضمن لي بكرة ولا هو داب على جماعة متشددين؟ فعليا بدنا ننكر جماعة مارقة، جماعة كذا. شبابنا قاعدين جزء منهم بيروح على هذه الجماعات، يتدفقوا عليهم من كل مكان، من قرانا وبوادينا ومخيماتنا. صحيح. من أوروبا. يعني أيضا نتحدث الآن عن بيئة تنتج. خليني أطلق عليها النار مرة تانية. بعد 2005 بعد الفنادق أطلقنا النار عليها، رجعت أنتجت بعد حرب ينتج. يعني الآن نتحدث عن سيدي. ربما كلام سيدي. هام جدا. أنا حاب أسمع منك وأنت خبير اجتماعي. سيدي أنا اليوم كنت التقيت في حوالي 25 طالب أمريكي لمدة ساعتين للحديث عن الشباب الأردني والتدين وأثره وعلاقته في الإرهاب. وسألوني أسئلة كثيرة، منها سؤال حول إلى أي مدى يستمتع الشباب بحياتهم وبالتجربة الجامعية والتجربة المدرسية. ويعني في حديثنا قديش إحنا سعيدين يعني. البيانات اللي عندنا بتقول ان عملت الفوتبول الاسيوي عملوا مسح على عينه من 1164 طالب بال 2013 في الجامعات وفي كليات المجتمع، ويعني في المراحل العمريه للشباب 50% من طلبتنا لا يجدون التجربة المدرسية ولا الجامعية ممتعة. معنى ذلك أنه إذا جاء أي شخص أو أي مجموعة إلى هذه الفئة
واستمالها استمالة معينة، اعترف فيها، اعترف بأهمية دورها، اعترف بقدرتها الفعالة، يمكن أن ينضوا تحتها. فهذا مؤشرات خطيرة. والآن المدرسة أصبحت غير ممتعة أكثر، لأنه صرنا نشتغل مع الطلاب شرطة وحرامية. يعني أكثر لما الثانوية العامة تعقد تحت إشراف 6000 شرطي يكونوا موجودين حول المدارس ويفتش الطالب كمان. هذا يضيف طبعا، أنا لا أبرر الغش اللي يعني يرتكب، بس عمليا احنا في عندنا أزمة، لكن ليس العامل الوحيد لذهاب الشباب، أزمة بالتعليم. عندنا أزمة أنه أكثر من 3000 مسجد بلا أئمة، والأئمة الموجودين معظمهم سكر خفيف، تدينهم وفهمهم للحكاية. هذول الشباب أحيانا حتى اللي بيروحوا للمساجد لما يحس أنه الخطاب لا يحاكي عقله ولا يحاكي روحه، وحتى يحس أنه هذا الخطيب غير ملتزم بما يقول، بصير يبحث، بلاقي واحد ربما أكثر التزاما وأكثر جدية فيما يقول، على الرغم أنه قد يكون فكره منحرف، ويستطيع أن يعني يؤثر عليه ويضعه. بدنا نشوف أنه البطالة التي تسير إلى ما لا نهاية، لما يخلص طالب درجة علمية ويتنافسه واحد ثاني ويشوف أنه الواسطة والعائلة معاملات أساسية، يهرب من بيئة الظلم هاي ويهرب إلى أي جهة أخرى ويحاول أن ينتقم. هذا كيف يمكن أن نعالج هذه المشاكل، هذه التحديات، تحديات كبرى. ما بكفي نقول للأردنيين بدكم تلتفوا وتلتفوا بنلتف، بس بدنا إجراءات تساعدنا على أن يكون هذا الالتفاف، يعني خطابنا مقنع للشباب، نقول لهم هذه وظيفة هذه المؤسسة، هذا دورها، هذا الوعد اللي وعدناكم فيه بأن نحقق أحلامكم. صحيح. في تعليم جيد، وشارك في عمل متاح، قل له شارك في فرصة للتقدم الوظيفي. فعندها، وأنا بظن أنه هذه أكبر من حكاية هلأ أنت بتقدر تطلع طيارات وتضرب داعش وتحرق أماكنهم وبيوتهم وأسلحتهم وإلى آخره، بس نحن نريد مجتمعا محصنا، وإن شاء الله ربنا يديم علينا نعمة الأمن، لأنه يعني نستحق إحنا أنه مجتمعنا إن شاء الله يكون نسأل الله ده. آمن، نسأل الله ذلك. دكتور إذا بتحب تعقب تفضل. أشار إشارات جدا مهمة أستاذنا الفاضل. في ظل غياب العدالة، أنا بدي أنقلك شاب في مقتبل العمر بتابع الإعلام، بشوف ردات الفعل، بشوف الظلم والبون الشاسع بين حالي وحالي. ما فعلته داعش، هذه العصابة المجرمة، لا يقل جزء من سلسلة بدأها الصهاينة. شوف ردة الفعل لما حرقوا الطفل أبو خضير، حرقوه وهو حي، يمكن ما صور هذا المشهد، ما صور. قتلوا القاضي الأردن بدم بارد، وحتى هذه اللحظة بننتظر النتائج. شوف غياب العدالة، غياب الشفافية، غياب الاهتمام بالإنسان، بالكرامة. القضية الفلسطينية لا سيبك من القضية الفلسطينية، لسه سيبك. الذي يرسل براميل متفجرة لأهله بفجرهم وهم أحياء، الذي يحرق المساجد بالمصلين بمن فيها، ويصدر أحكام بالإعدامات بالمئات بخلال دقائق معدودات بتهم سخيفة بقطع شوارع، هذا مقدس عندك وبتكبره، والإعلام بكبره وبكبره وبكبره. طيب نفسية المتلقي، نفسية المتلقي في ظل إنه عالم منفتح، المعلومة الصحيحة بتصله والكذب ببين. أنت بتروج للكذب والافتراءات والظلم وقلة العدالة وقلة تكافؤ الفرص اللي تحدث عنها أستاذنا، أنت بتروجها رسميا، بينما الأدوات الشعبية قاعدة بتكشف لك إنه هذا زيف وهذا مش صحيح وهذا مش كذا. هذا بده يعتمر في قلبه وفي صدره غضب وحقد على المجتمع وعلى صانع القرار وعلى اللي قاعد بروج هذا الأمر، بحيث قاعد بخطف وبيختطف. إحنا عنا قاعد بصير في حالة اختطاف للدين، اختطاف للدين حقيقي. ديننا أعظم من أن يختطف ويجي بعض الأشخاص السياسيين والإعلاميين يهاجم المسجد، يهاجم النصوص الدينية، وكأنه بدنا نرجع الآن ننقح القرآن الكريم والسنة النبوية. طلع ربنا مش عارف شو منزلنا، ولا سيدنا محمد مش عارف شو يوجهنا.
شيء حرام اللي بيصير. غياب العلماء أو تغيب العلماء يعني بالتالي العلماء الصحيحين والسليمين تصير تغيبهم لا وتشوههم تشوههم وتتهمهم بحيث حتى سمعتهم أمام الآخرين يصفي مثله مثل لا سمح الله هذا المجرم. تسمح لنا أيضا معنا اتصال معنا الأستاذ بسام بدرين الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ بسام مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. يعني الخبر الإفراج عن مناظر التيار السلفي أبو محمد المقدسي، كيف تقرأ الخبر في هذا التوقيت؟ الأردن يعني تشن حرب أو تنطلق طائراتها لتضرب داعش، يعني ما العلاقة؟ يعني كيف، هل هناك علاقة أم مجرد سياقين مختلفين؟ يعني الحقيقة أن هذا الخبر أربك جميع المراقبين والمحللين اليوم، لأنه يعني يبدو أنها خطوة خارج السياق العام وخارج المزاج العام، خصوصا وأن الأردن يعني يتحدث بكثرة عن مواجهة قوى التطرف، والشيخ أبو محمد يعني أحد أبرز منظري التيار السلفي الجهادي. يعني لا أريد أن أتحدث عن ترتيب محتمل مع الرجل، صفقة محتملة مع الرجل، لكن بكل الأحوال علينا أن نتذكر عندما نتحدث عن الإفراج عنه مسألتين برأيي الشخصي. أولا معي أخي الكريم، ما هما المسألتين؟ أولا أن البعد القانوني في مسألة احتجازه حتى الآن لم يقدم للمحكمة، وبالتالي هو كان قيد الاستجواب القضائي. والمحامين المعنيين في قضيته بيقولوا أنه يعني بريء من هذه الاتهامات وما في اتهامات حقيقية، واعتقاله كان سياسي من حيث المبدأ. المسألة الثانية والأهم برأيي أن موقف أبو محمد المقدسي جذري وعميق كان في انتقاد داعش والتحدث عن سفهاء تنظيم داعش والتصرفات وانعكاساتها على الإسلام والمسلمين، وله مواقف علنية في هذه المسألة، لكن موقفه من موضوع التحالف هو الذي أودى به إلى السجن إذا كنا بدنا ننظر للموضوع من جانب سياسي. بكل الأحوال نحتاج إلى المزيد من المعلومات لنفهم ما حصل في موضوع المقدسي، وأعتقد شخصيا وأنا أميل إلى أن الرجل يعني يمكن أن يفاجئنا غدا بعد غد في بموقف يتحدث عن موضوع الإعدام بالحرق وعن هذه البشاعة الوحشية. نعم، يعني لازلنا بحاجة ربما إلى معلومات. أنا بدي أشكرك الأستاذ بسام بدرين، طلعناك من العشاء. شكرا أستاذ بسام. شكرا الكاتب والمحلل السياسي. شكرا. يعني بدي أعود لك دكتور صبري. بعد 2005 تفجيرات الفنادق ربما عشنا أجواء مشابهة اليوم، لحمة وطنية ويعني لحظة وطنية فارقة ورسالة عمان ونتيجة مرة أخرى شباب أردنيون يذهبون إلى التنظيمات المتشددة. لماذا لا نتعلم من التجربة؟ لماذا لا نتعلم أن الحل الأمني نعم حل مهم في حينه لكنه لا يكفي، ليس هو الحل الوحيد؟ متى سنقتنع أننا بحاجة إلى مسألة أوسع من ذلك؟ جزء منها تحدث عنه اقتصادي، تربوي، تحدث عن المناهج، تحدث عن الاستبداد، الإقصاء، العدالة الاجتماعية، كل هذه الخلطة، الدولة المدنية ربما هذا هو المصطلح المناسب. أنا بظن أنه يعني لا يمكن أن تعزل ما يحدث في الأردن عن ما يحدث في الإقليم وعن ما يحدث في العالم، ولا يمكن أن تعزل ذلك عن موقف العالم الغربي من مكافحة الإرهاب وإيجاد تشريعات للتصدي للإرهاب وبؤر الإرهاب وما يعتقد يعني بأنه يولد الإرهاب، وإعادة حتى تشكيل النسيج الاجتماعي الداخلي على أساس أنه استبعاد البعض وتقوية البعض وتركيبة حتى مجالس النواب أحيانا تتم تحت هذا الباب، وحتى قوانين الانتخاب وقوانين الأحزاب وقوانين المعطلة لها علاقة فيما يدور في العالم. أظن أنه الأردن بيمشي بطريقة المحاولة والخطأ وبتعلم من مواقفه، ويمكن أن تصبح الأمور أكثر ديناميكية. يعني ما حدث في غزة ليس، والانشقاق داخل الصف الفلسطيني حماس وفتح لعب دور كبير جدا، موقف الإخوان المسلمين من هذه القضية، وجود أبو مصعب الزرقاوي والإخوان، الإدانة وعدم الإدانة والمخاوف، ما حدث في مصر، ما حدث في تونس، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في سوريا، كل هذه العوامل مرتبطة ببعضها البعض، ويعني صانع القرار أحيانا يعني مدخلات كثيرة جدا. صحيح. وأحيانا أيضا في ضغوط من الدول المجاورة
يعني عندما اتخذت بعض الدول العربية موقفا من حركة الإخوان المسلمين، الأردن ظلوا يعني صامد، يمكن ما أخذش بالضغوط اللي وضعها في هذا، لكن يتعرض لضغوط، لكن الاتجاهات تغيرت، الاتجاهات الرسمية بشكل أو بآخر. المطلوب الحقيقة كلنا أن ننضوي تحت عنوان الدولة المدنية. نعم. والدولة المدنية التي يتساوى الناس فيها في الحقوق والواجبات، والتعبيرات الأيديولوجية عن المواطنة فيها تتضارب مع مفهوم المواطنة، لأنها بتعطي أولوية وتخيف الآخرين. يعني ينبغي أن لا يكون هناك عصبة أقوى من عصبة الدولة المدنية. وبعدين داخل هذا التركيب يمكن أن تكون عضو في جماعات، لكن تبقى السوبيريوريتي أو السمو لانتماءاتك للمواطنة، الرابط الذي ينشأ بينك وبين الدولة، سيادة القانون، احترام القانون. هذا بتطلب شغلتين، بتطلب من المشرفين على إدارة الشؤون العامة أن يكونوا واضحين، نزيهين، عادلين، وينظف السلوك العام للدولة، ومطلوب من جميع الجماعات أنها أن تقسم بولائها للدولة وللدستور. نعم. وأنه مش أنه أنا يعني بضحك لك وعندي إشي براسي. نعم. يعني الثقة غير موجودة سببها الأطراف المختلفة على الطيف السياسي الأردني. هلا بعض الأحزاب في الأردن ارتضت يكون لها الدكانة وتدعى على الحفلات ويبتسموا ويأخذوا مقاعد في المناسبات العامة. إخوان المسلمين عندهم اطروحات، لكن عندهم ايديولوجي ثابتة من حوالي 70-75-80 سنة وماشين فيها. هلا لهم تطلعات أبعد من ذلك، ربما إذا استطاعوا أن يقنوا كجماعة من هذه الجماعات بالاسم السياسي انه كيف احنا بدنا نمشي باطروحاتنا التي تفيد الناس. نعم. وليس انه بالضرورة، لانه مجتمعنا في تركيبة اسلامية وفي تركيبة مسيحية وفي مكونات مختلفة والتدين على درجات، واحنا بنعرف انه في مذاهب وتوجهات، وما فيش حكاية الائمة والشيوخ والكذا، هذه بريفرنس. الاصل انه علاقة الانسان بربه بدينه، الدين لله يعني في الدول وفي المجتمع بالمفهوم السياسي. هذا الوضع مربك، وما وصلنا إلى عتبة المصارحة عندما يتم الحديث في هذا الموضوع. عم نتحاور بباكيجز، هذا جايب الباكيج تبعه كجماعة، والدولة عندها من خلال أجهزتها إنه أجندة كيف يحافظ على النظام العام وأمن النظام. نعم. ربما إنه يعني اللي حصل في مصر كمان صعد الأمور بشكل كبير جدا في المشهد العربي، مع أن مجتمعاتنا لأن خلفية دينية بحاجة إلى خطاب وسطي. نعم. خطاب يملأ الفراغ اللي عم بيشغلوا جماعات عم تطلع من جهة أخرى. طيب. قد تكون أحيانا مدفوعة برغبة الانتقام أكثر ما هي مدفوعة برغبة الدين. طيب. يعني مهندس محمود بتحب تعقب، بس أنا عندي سؤال آخر. إحنا عنا قصص نجاح. نعم. باعتقادي الوطن أكبر من الجميع. نعم. بدنا نقتنع بهذا الحكي، أكبر من الحكومة وأكبر من القوى السياسية كلها. إذا اتفقنا فكرة الدولة المدنية إنه الوطن أكبر منا جميعا ويضمنا جميعا، وبعدين كنا عايشين قبل 60 و70 سنة أحسن من الآن، معقول يعني الناس تتقدم للأمام. نعم. إحنا لماذا فقط نحصر تفكيرنا وآرائنا ومستقبلنا باللي بالضبط حولنا في الدمار اللي موجود حولنا؟ في عنا قصص نجاح، يمكن بعيد عنا شبر تونس قصة نجاح. نعم. التوافق اللي صار فيها، اللي قدموا الشعب، احترموا الكل وتأخر الثانيين. قصة تركيا قصة نجاح، العالم الغربي أوروبا كله قصة نجاح، هاي اليونان قصة أمامنا، انحسر كل المد اليمين إجا يسار. إحنا معنيين بلحظة فارقة إن نكون أبناء وطن، إن نتشارك في بناء هذا الوطن ونكون مع بعض في هذا الوطن ضمن العدالة، ضمن النزاهة، ضمن عدم الإقصاء، ضمن تكافؤ الفرص.
ضمن التعليم الصحيح والسليم ومخرجات التعليم الصحيح. هذا العنوان صحيح عنه دكتور صبري، الدولة أنا والله الدولة الوطنية. مستمتع مستمتع نعم جدا نعم بهذا، لانه هذا ما يبقى. طيب هيك انت عقبت، بس اسالك سؤالي الان. سؤالي الان الحديث ربما يعني بدي ارجع مره ثانيه للمشهد الاردني وتطوراته بعد ما جرى مع الطيار الشهيد رحمه الله عليه. طبعا كنا منقسمين، نتحدث حربنا او مش حربنا، يعني كان واضح انه في خطابين، حربنا صحيح او مش حربنا، وكان هناك جدلا سياسيا. الحادثة أثرت ربما يعني بشكل أو بآخر بمواقف الناس، الانفعال هذا يعني أثر. هل يمكن الحديث عن أن سنعود إلى هذا الخلاف، هذا التباين، أم أن السلطة السياسية ستذهب إلى 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 خيارها مستغلة هذا الضغط؟ بأمانة نريد أن نتحدث اليوم هذه اللحظة اللي قاعدين بنحكي عنها، إنه نعم بدك أكشن فيها. كيف تلتقط هذه اللحظة التاريخية بالاهتمام الناس، وحتى بأي قرار بدك تأخذه إذا أخذت موافقة المجموع العام بصدق وأمانة وبمنتهى الوضوح، تطرح على الطاولة كل الأفكار اللي لديك، لماذا نريد أن نذهب إلى هناك؟ لأنه لا زالت الأسئلة التي طرحها معالي في بداية الحلقة لا زالت مشبعة. الكيان الصهيوني مستفيد تماما من هذه الحرب. إحنا عمليا صار لنا أكم من سنة، ما بعرف توافقني ولا لا معالي، أكم من سنة فقط الدم مسلم وعربي فقط. كان لسه قبل 10 سنين تسمع في نيكاراغوا، تسمع مش عارف وين، الآن 5-6 سنين فقط يا عربي يا مسلم. ثمن الأسلحة بس تدفع للغرب، ثمن الأسلحة ولا أسلحته، وإحنا اللي بننقتل، إحنا بنقتل وبننقتل. وبالتالي هذه معادلة حق الناس تعرف إلى أين ذاهبين، خاصة وإحنا بنتمتع في أمن وأمان، وبالتالي مش معنيين نفرط بالأمن والأمان اللي ما صدقنا على الله مع كل العواصف اللي عصفت في المحيط اللي حولنا، ظلينا على هذه النعمة مبقين عليها. وبالتالي هذه أحد الخطورات الناس، لذلك لما نحكي إحنا ضد ومع بدك تأخذ منه هذا الكلام من منطلق وطني. نعم الذي جميل يقول ضد إنسان وطني صادق ومخلص في حب الوطن، في حب الجيش، في حب أبناء الجيش، بحيث أبنائنا، ما كل المؤسسة العسكرية في النهاية أقربائنا وأحبائنا وجزء من لحمنا ودمنا. هاي البكاء اللي صار، الليالي الكئيب اللي مرت على كل الأردنيين، مش بس على عم أبو معاذ وأم معاذ، على كل الأردنيين مرت ليالي كئيبة وثقيلة وطويلة. هذا حقنا انه نعرف حالنا وين رايحين. لما تنكشف الاوراق على الطاوله وتحكي والله لانه 1-2-3-4 تقدم مبرراتك بامانه وصدق وبدون ان تكون مامور بهذا الامر، الناس بتتقبل يا اخي ومستعده تناقشك وتحاورك وتعطيك افكار وبدائل تخدم الموقف الاردني الذي ينبع من موقف اردني صحيح وسليم. يعني معالي انا خليني اقول في هذا الموضوع، انا لا اقبل ان اعيش يعني وبشعر انني مهدد ان اعيش في مجتمع فيه مثل هذه الجماعه بهذه العقليه تتصرف. مرفوض رفض. بالتالي هذا الظاهره مخيفه وهي بعيده عنا. هل السؤال هل نذهب لنقاتلها ولا نحمي حالنا داخليا؟ نعم هذا السؤال بعوضه. هذا يمكن السؤال. هلا ليس من السهل أن تديم علاقات مع العالم الآخر حتى ولو أنت ما حبيت. يعني بدك تأخذ أبعاد سياسية، إنه أنا بيجيني من الخليج العربي مبلغ مهم جدا لدعم موازنتي ومشاريعي، بيجيني من الولايات المتحدة، بيجيني من أوروبا، بيجيني من جهات كثيرة جدا، لكن ذلك الدور يعني زي ما بيقولوا بالمثل الشعبي التحزيك على كد الزيتات. يعني أنا ما عندي مانع الأردن يستخدم جيشه كله في أنه يدخل، بس يكون كمان الثمن مهم. يعني أنا دولة مديوني علي 23 مليار ومدان للعالم، إذا الأردن بده يلعب دور أمني شرطي في المنطقة فليكن يعني في 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 ثمن ينعكس على حياة الناس. ليس من المقبول والمعقول أن تتحمل الأردن كل أعباء ما يحدث في المنطقة بدون ثمن، من لجوء ومشاكل وقواعد أمنية وقتال ومدري إيش وإلى آخره، ويذهب هذا من موارد الدولة المحدودة ومن إمكانات أبنائها ومن رصيدنا اللي موجود. يمكن هذا لازم يبحثوا مجلس النواب، لازم مجلس النواب كل شغلته أنه قدم استدعاء وطلب أن يصوت ووقع على 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 استرحام ومذكرة. هذه هي القضايا التي تناقشها مجالس النواب في العالم نيابة عن الناس، لكن تم تهميش مجلس النواب
وتم تهميش دوره حتى تتم هذه الخطوة. الله يوقف على هاي يعني دكتور صبري. نعم. الخلطة اللي أنت حكيتها اللي طرحتها إنه إحنا عندنا ظروف اقتصادية، ظروف داخلية، جماعة لا يمكن أن تعيش معها، يعني خطر نذهب إلى آخره. بدي أجي على مصطلح ربما ذكره المهندس اللي هو المصالح الحيوية الأردنية، واضحة في ذهن صانع. لا أنا أنا بدي من أخوي ما واضحة في ذهنك، واضحة في ذهننا إحنا. إذا سمحت للأسئلة ممكن نطرحها. إذا سمحت لي هذا اللبس أحيانا بصير عند صناع القرار في الدولة. يعني بقول لك فلان أدان أو ما أدان، نحن ندين هذه العصابة بسلوكها وبإجرامها وبعملها وبمنطلقاتها وبتفسيرها المشوه للدين والعقيدي وكل هذه التفاصيل. لكن هل أنا دولة عظمى أني أروح أربي بمواردي في هذا الشسم مرة واحدة؟ واضح الأمور عندي. إذا بدي أرميها برميها أنا وكلنا بنقف وراها. إذا بنعرف أنه والله الأردن ستتخلص من كل الديون الموجودة عليها، الولايات المتحدة تخصص كذا مليار، 500 مليار لهذا الموضوع مثلا، أو تحطهم في موازنة الأردن، لأنه إحنا بنقدم لوجيستيك سبورت وبنقدم طيارنا وجيشنا وأرضنا وإلى آخره. الدول العربية إحنا واجهة لحمايتها، بدها تدفع في هذا الباب. أظن دبلوماسيتنا شوي خجولة في كل هذه القضايا، ولا نطرح قضايا بلاش. يعني احنا شغالين ما بعرف انا ما بعرف انه بلاش او ممكن بفتات. بس حقيقه يعني حربنا لانه احنا لا احنا بنقدر نحمي بلادنا وبنصير جيش شعبي على كل مناطقنا. واذا اجل حزها ولزها الرمثاوي والسكان الباديه الشماليه بعشائرها المختلفه ستشكل حزام ودوريات وتقوم بكل دورها. داعش ليست فقط جيش، داعش هي فكرة، هي فكرة، فكرة خطيرة خطيرة في فئة تفسر الدين. وسحبت استلت منه القتل والدماء والمرأة والعورة والزواج والجلد وتقطيع الأيدي وهذه التفاصيل. هذه الفكرة ليست هي الدين كما نفهمه، هذه ليست السماحة التي ذهبت بالدين إلى أندونيسيا وماليزيا والفلبين. طيب. دكتور صبري، لو كنت أنت محل صانع القرار ماذا تفعل؟ لو بدي أقدم نصيحة لصانع القرار بدي يكون فيه خطاب فيه مصارحة أكثر ووضوح أكثر وبعيد عن العموميات والكلام الذي يخرج من القلب يصل للقلب بوضوح. شايف؟ والأردنيين مستعدين يمشوا مايلج إلى ما لا نهاية، ومستعدين يأكلوا ورق ولا ينذلوا. الأردني انخلق يصير معذب، انخلق للتضحية، انخلق للعمل. يا زلمي اللي شفته اليوم أنا في عي وبالطريق إلى عي مشهد يا الله شو بيخليك تعشق أردنيتك. أنا ماشي من مؤتي إلى عي والمسافة يعني أكثر من ربما يعني 20-25 كيلو متر. 25. أنا ماشي على أضواء الحمراء لكوابح السيارات التي تتواصل وكأنها قطار، كأنها عربات قطار تريد أن تذهب إلى كل الأردنيين. يعني عي كانت محج للأردنيين، وكأنه الناس رايحة في رحلة تطهير أو رحلة عبادة، لانه بدها وهي دعوه لقراءه مقالتك من عي. الحقيقه طيب انا معيش وقت طويل، لكن الدكتور صبري قال لو كنت في موقع صانع قرار بصارح الناس مش في لو قدمت نصيحه هو يتورع الله يتورع الله يعينه. طيب. صانع القرار والله الله يعينه. انا ما ضلش معي وقت طويل، اذا بدك تعقب عقب، لكن باختصار ايضا اريد منك سيناريوهات المحتمله لقادم الايام اذا في تصور. تسمح لي بالاضافه لانه حتى يكون كلامنا واضح. نعم. هذه عصابة مارقة، كلام واضح، لا تمت للإسلام بصلة، والإسلام ليس مطلوبا منه أن يقدم سكوك غفران أنه بريء. الإسلام بعيد واضح. كل البعد عن هذه واضح يا مهندس محمود. لا تقطعوا شجرة، لا تقتلوا طفلا، لا تمثلوا بجثة، هذا هو الإسلام. هذولا ليسوا من سيناريوهات محتملة تراها بدقيقتين. يا سيدي إذا إلنا نصيحة لصانع القرار، إذا بده يلتقي مع ناس يلتقي مع ناس هو يعرف أو من حوله يعرف بأنهم يتحدثون بما يحب. الأصل أن تتحدث بما هو الواقع وأن تتحدث من القلب، وإحنا واثقين أنه صانع القرار ومطبخ القرار السياسي في المصطلح السياسي مطبخ القرار السياسي عنده من الاستعداد أن يسمع،
لكن لما ما يسمع إلا من طرف واحد أو في زاوية للأسف واحدة أو صورة واحدة هذا الخلل اللي قاعد بيصير. ولا هو الأسئلة مطروحة، كيف بدها تكون ردة فعلنا، نشارك لا نشارك؟ حتى الذين يرفضون المشاركة أيضا من منطلقات وطنية. إحنا معنيين الآن، أنا المشهد بمنتهى الأمانة معقد. تحدث معالي، هي فكرة الإجرام، فكرة ولا هالدولة هي المصطنعة والهشة والكذابة؟ يعني الناس كلها للآن مش مصدقة إنه أمريكا ما بتقدر عليها برمشة اللي حطموا نظام طويل عريض. أنا بدي أستفيد من وجودكم بسؤال بدقيقتين كل واحد. السيناريوهات اللي شايفينها في قادم الأيام لسلوك الدولة الأردنية تجاه هذا المشهد، كيف تتصور الأمور؟ اليوم في قصف، بكرة بعد بكرة لوين رايحين إحنا؟ ترى في ظل تعقيد المشهد، وفي ظل عدم وجود معلومة، وفي تكتم على المعلومة وعدم وجود مصارحة، أنا بحكي لك المشهد ضبابي والله ما أنا عارف ضبابي. هو بدنا ندخل حرب برية، بدناش ندخل حرب برية، هو بدهم يدفعوا لنا مصاري، وإحنا بنحكي في وجهة نظر بتتقدر ثمن الأردن والأردنيين أكبر من كل المصاري. لا، منحافظ على حالنا وعلى شرفنا، تموت الحرة ولا تأكل بتديها. وجهة نظر محترمة وتنطلق من منطلقات وطنية. أما أحكي لك شو قاعد بتصير، والله الواحد كله يصبح الحليم حيران. إذا كنا حلماء والله الواحد إنه المشهد يا أمريكا قاعد بتحكي لك مش قادر على هالموضوع. هذا شو هالهالة الضخمة، الهالة المذهلة اللي سواها لها التنظيم، أنا مش عارف. دكتور صبري، ثلاث دقائق بقى يعني هو عشانك أنت يعني قريب عليك. العفو. هو ما بتعرف انه يعني انت كيف تقرا سيناريو استراتيجيا؟ انا بظن انه في خطوره فيما يحدث. لابد ان تكون الاستجابه لوجود مثل هذه الجماعات استجابات يعني تنصب على التحصين وعلى اكتفاء شر هذه المجموعات، ابعادها، قتلها، تحييد اذاها عن مجتمعنا. هلا التفاصيل هاي يعني تقوم بها ما تقوم. أن نكتفي بذلك وإنه نطلب من الناس إنه نسكت وبس، هذا فيه خطورة. لأنه هذه قضايا تحتاج إلى بحث، هذه قضايا كيف يتولد الدافع عند من ينضم إلى هؤلاء الناس، هذا سؤال بدي نجاب عليه. وفي أردنيين من ضمن داعش، في ناس أولاد عائلات، في ناس أساتذة الجامعات تركوا مقاعدهم وراحوا انضموا. ليش منهم؟ لازم يكون في إجابة على الأسئلة، غير الإجابات الاستخبارية. إجابة تقول لنا ما هي خصائص، شو هو البروفايل للأردني الذي يختار أن ينضم إلى هذه الجماعات، حتى نقدر أن نفك الارتباط بين الدافع والفاعل. بدنا نشوف البؤر والجماعات اللي بتطلع هؤلاء الناس، بدنا نشوف ما هو اللي براسهم، شو البرسبشن تبعهم، شو اللي بدهم يسووه. بدنا نعيد النظر في برامجنا التعليمية، برامجنا المجتمعية. التنمية عندنا، التنمية ما نجحت كثير، وربما مفهوم الفرصة المفقودة هو الذي يوجه بعض الشباب للالتحاق بذلك. يعني انت لما تحس انه ما في امل، ما في ضوء في نهاية الافق، لما تتخرج من التسعينات وما تلاقي شغل لحتى هذا التاريخ، وظلك معتمد على أهلك وعلى أسرتك وعكذا، بعدين بيجيك إشي بيقول لك بدك تخلص من الحياة، بس خلص منها في شيء له معنى، خلينا نروح أجاهد في سبيل الله. يعني ما أعطيتني سيناريو فيما يتعلق بسلوك الدولة. هذه حزيرة برضو ضبابية، تتفق مع المهندس. يعني في استراتيجي وفي تاكتكس. استراتيجيا لابد للمجتمع، تتمنى أن تكون كما شرط، أن يتخذ إجراءات. من الناحية التكتيكية هذا اللي بيقوموا فيها إخواننا هلا، وهذا متروك لهم، يعني حرينهم بالطريقة اللي بيشوفوها مناسبة. أنا بدي أشكركم. الله يحييك. أشكر معالي الدكتور صبري ربيحات الباحث. الله يحييك. تمام. الله يحييك. وكما أشكر المهندس محمود أبو غنيمة النقيب المهندسين الزراعيين رئيس مجلس النقباء. يعني حاولنا يعني نحوم من دندن حول هذا الموضوع. نسأل الله السلام لوطننا، يحمي الأردن، نسأل الله ذلك، يعني يحمي وطننا وجيشنا، وأن نصل في النهاية إلى يعني إلى لحظة وطنية نستثمرها، استثمرناها، نسأل الله أن نستثمرها كما شرطنا. شكرا لكم مرة أخرى. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، حاولنا أن نقترب من تطورات المشهد بعد إعدام الشهيد الطيار معاذ الكساسبة. طرحنا أسئلة، نتمنى أن نكون قدمنا إجابات. يمسي الحليم حيرانا، وقد نصبح حيرانين أيضا. تصبحون على خير.